فقره احمد يقول عارف. اسمع مني ولا تسمع عني. طيب الله يا ابو الحمد لله انت انا ماني كاميرا طالع هنا سلطان. محمد موقف سويته اهلك ما يعرفون عنك ولا موقف واجد ابي واحد اهلك ما يعرفونه الان صرفي خلك جريء محمد خلاص خلنا نفكر من كثر الطاعات وليد البحيح يخرب طبختهم ولد اعاونكم يا ولد والله وليد البحيح يا اخي وليد شنكوري نعم شنكوري روح البيت يلا والله روح البيت والله صافطك على وليد البحيح كم ابو علي 6000 ما عليه شيء يرجع لطبخته وما عليه شيء يلا 100 نقطه يلا وليد خصم وليد ومعاد خصم عليهم 100 نقطه شوف البيض والله جميل هذا طيب ما دخل احنا دخل على يا محمد سراج علمنا موقف المواقف اللي احمد عوض لبيه تدري في بريطانيا يوم كان يوم كنت في بريطانيا ما بريطانيا في بريطانيا ايوه يوم كنت في بريطانيا المطاعم اللي جنب بعض ما يزعلون على بعض ليش تزعلون انتم لا انا انت متزعلون لا ما يزعلون يسرقون زباينهم يعزمون بعض والله يسرقون زباينهم لا والله يعزمون بعض جاي تخرب على اخويا لا انت شكلك ما رحت لبريطانيا لا ريطانيا ما رحت تحسبينك في البطحه في الرياض لا ريطانيا لا يتهاوشون انا طيب معاذ جاوبني على سؤالك هم خلوني اجاوب وش الشيء اللي سويته؟ سويته اني دعمت لين